الحمد لله. Observable canonical form. رح ناخد نفس الفكرة عندي y of s u of s. طبعا لاحظوا هاي لسه كمان عندي single input single output. وعندي هون رح ناخد الحالة العامة اللي عندي فيها b not s to the n s to the n زائد b1 s to the n minus 1 لحد ما اوصل bn s to the 0 bn minus 1 s to the 1 اوكي. وتحت عندي s to the n زائد a 1 s to the n minus 1 لحد ما اوصل an to the s 0 و an minus 1 to the s. طبعا s to the 0 اللي هي 1 اوكي. هلا نفس الشيء عندي هون فرضنا الحالة العامة بدي اتخلص من b نوت، فهاي بتساوي b نوت زائد هاي راح بالقسمة مش هيك sn زائد a1 sn minus 1 لحد ما اوصل an، وفوق بصير عندي b1 minus a1 b نوت s to the n minus 1 زائد b2 minus a2 b نوت s to the n minus 2 لحد ما اوصل بالنهايه bn minus an b نوت في s to the 0 اللي هي 1 اوكي. هاي انتهينا منها، هي واضح انها دي بنقدر نتخلص منها ما فيش مشكله. بدي اشتغل على هاي، راح اعتبر هاي انها y hat of s y hat of s على u of s تساوي هذول اللي موجودين. فهذول عندي s to the n، في حاجة أعيدهم بلاش أعيدهم مرة ثانية، خلاص راح أحط هلأ هاي نمحي هاي من هون، راح أفترض إنه y hat of s بتساوي u of s. أوكي، وهلا إحنا شغالين على y hat، ونفس الشيء راح نعمل، راح نحط بالآخر بالأوتبوت هون y of t y hat will be of t. لا انا حطيت هون خلص عشان اختصر من عشان استفيد مساحه اللوح، بدي استعمل مساحه اللوح، حطيت بي نوت على جنب وهي صارت واي هات، وصار عندي هون راح يكون بي نوت بي نوت، وهي مضروبه في يو اوف تي اللي جاي من هنا اوكي، وهدول بلس بلس اوكي، حتى نريح حالنا من البي نوت. فصف عندي هلا هدول الكونكشنز الموجوده هون. هلا راح اعمل كروس ملتيبليكيشن، فراح يصير عندي هلا y hat of s مضروبة في s to the n زائد y hat of s مضروبة في a1 s to the n minus 1 زائد y hat of s مضروبة في a2 s to the n minus 2 لحد ما اوصل y hat of s مضروبة في a n تساوي، هذول راح يضربوا كلهم في u of s، فراح يصير عندي b1 minus a1 b0 s to the n minus 1 مضروبة في us زائد b2 minus a2 b0 مضروبة في sn minus 2 في u of s لحد ما اوصل في النهاية راح اوصل بالنهاية bn minus an b0 مضروبة في us. هلا راح اخلي y s s n على جهه، راح اخلي هاي y hat of s s to the n على جهه، وراح انقل هذول كلهم على الجهه الثانيه. لاحظوا هاي ايش معامل، ايش قوه s هون وهاي، اذا بقدر انقل هاي من هون لهون وتصير اشارتها minus a1 y hat of s وتضل هاي اشارتها بوزيتيف واجمعها، وبقدر انقل هاي s n minus 2 s to the n minus 2 بتيجي مع هاي n minus 2 مش هيك، تيجي مع n minus 2، واخر شيء عندي ال an هون راح تيجي مع المعامل الكونستنت اللي هون اوكي. فبصير عندي بقدر احط b1 minus a1 b0 u of s minus بيجيها من هون minus a1 y hat of s، وهلا هاي كلها في ايش مضروبه؟ في sn minus 1. لو قسمت الكل على s to the n هاد على s to the n وقسمت sn minus 1 على s to the n شو بعطيني؟ sn minus 1 على sn تعطيني 1 على هذا الترم الاول،
الترم الثاني راح يعطيني واحد على اس سكوير لانه هو اس ان اس تو ذا ان ماينس 2 وجوا راح يكون عندي بي 2 ماينس اي 2 بي نوت مضروبه في يو تو ذا اس ماينس اي 2 واي هات اس وهاي الواحد على اس سكوير مضروبه في كل هذا مش هيك؟ لانه الاثنين كانوا عاملهم اس ان ماينس 2 لحد ما اوصل في النهايه راح يصير عندي واحد على اس تو ذا ان بي ان ماينس اي ان بي نوت يو اوف اس ماينس ايش راح يجيني من هناك؟ اي ان مضبوط؟ اي ان واي هات اوف اس. الكل فاهم شو عملنا؟ جمعنا تيرمز، كل التيرمز هذول صاروا كلهم مضروبين في واحد على اس، هذول كلهم مضروبين في واحد على اس سكوير، وبالنهايه كلهم مضروبين هذول في واحد على اس تو ذا ان. هلا تذكروا احنا بدنا نحاول نخلي كل شيء واحد على اس مش هيك؟ عشان ليش؟ بدي احاول اخلي كل شيء واحد على اس لانه انا عندي مجموعه انتجريترز هون، فبدي احاول اخلي كل الانتجريترز هون واحد على اس واحد على اس، فبدي احاول اطلع هذول كانهم عامل مشترك منهم. شوفوا شو راح نعمل الان حتى نعمل هيك. هلا حتى اعمل هيك راح ازيح هاي شوي، راح ازيحها شوي صغيره للشمال، راح احط هذه هون واحد على اس تو ذا ان بي ان ماينس اي ان بي نوت مضروبه في يو تو ذا اس ماينس اي ان واي هات تو ذا اس، وهذول كلهم مضروبين في واحد على اس. شوفوا شو راح نعمل. واحد على اس مش بقدر اطلعها عامل مشترك بينهم كلهم. اذا طلعت واحد على اس برا لا هي خلص انتهت، هاي راحت مضبوط، هدول راحت، هاي صار عندي واي هات اوف اس، وراح نساوي الان واي هات اوف اس بوحده من الاكسس زي ما كنا نعمل. هلا لو طلعت واحد على اس برا من هون شو بضل عندي مضروب في هاي؟ مضروب في اس. وهاي لو طلعت واحد على اس منها برا بضل واحد على اس، وهاي بضل واحد على اس.